طيب يعني دكتور، أنت أشرت إلى نقطة، يعني على الحكومة أن تحضر أيضا مرشح رابع وخامس وسادس. إلى متى هذا الموضوع سيستمر؟ يعني هذا الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية وبين تسمية هذا الرئيس رئيس توافقي للحكومة المقبلة، يرضاه الشعب العراقي على الأقل؟ طالما هذه القوى السياسية متمسكة بآليتها وببرنامجها السياسي أو بما هي مقتنعة به، ولا طالما لا تستمح إلى صوت الشعب الحقيقي ولم تفتح المجال حقيقة إلى الكفاءات العراقية لكي يسهموا إسهاما حقيقيا بعيد عن إرادة الحكومة العراقية القائمة أو القوى السياسية، نقول تبقى هذه الدوامة سائرة وتبقى دوامة تثقل كاهل العراقيين. بالمقابل أيضا الحراك الشعبي ما زال صامد وما زال ثابت على خطواته، بل يتسع شعبيا ودائرة دولية أيضا تتسع باتجاه دعم هذا التكتل وتدين ممارسات الحكومة الرسمية حيال الانتظاريين، وبالتالي نتوقع أن العملية تبقى هكذا لأنهم يراهنون على الوقت ويتوقعون أن الحراك سيعود أدراجه بعد أن يصعد وثم تصفى لهم الأجواء. ولكن في أي متابع منطقي معقول يرى أن ليس من المنطق هكذا تفكير، بل هو قفز على الواقع وقفز على معطياته، وبالتالي أعيد وأكرر ستبقى هذه المجموعة مجاميع باقية وتبقى العملية هكذا في سجال. للأسف الشديد يدفع العراق بالمقابل الثمن الباهظ لهذه المماطلة.